بيك يا دكتور محمود. يمكن دايما بنقول ان المناعه هي بطل المشهد في مواجهه اي فيروس خاصه كورونا، وقيل كمان ان الحاله النفسيه اذا سائد بتاثر على المناعه. عايزين نعرف من حضرتك يعني اليه عمل المناعه في مواجهه هذه الفيروسات. انا هبدا من الجزء الثاني اللي حضرتك بدات الحديث عنه، ان الضغط او الحاله المزاجيه او النفسيه بتاثر طبعا على المناعه، وقولا واحدا هذا مثبت علميا. نعم. عشان كده احنا دايما بنبقى عايزين نوجه الناس ان فيروس له مقامه، الفيروس جديد لكنه فيروس مش مميت، لازم نحط الحاجه دي دايما في مقامها الصحيح. فيروس جديد له احترامه ومقامه، وحكم ان هو حاجه جديده ما عندناش عنها معلومات كافيه في العالم كله، لكن مش مميت، عليك ان انت تاخد بالك بس احترس، لان احنا دايما واحنا محطوطين تحت الضغط النفسي والعصبي هيبقى عندنا دايما في زياده في هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول هو احد الهرمونات الرئيسيه والاساسيه المرتبطه لجهاز المناعه، فانت لما بتبقى مضغوط نفسيا او عصبيا ده لوحده كافي بتثبيط مناعتك. في الحاله دي بقى ضعف المناعه، لا قدر الله ان جات لك في الحاله دي فيروس الكورونا، فانت هو اصلا مستهدف فئه مجتمعيه فقط لا غير. مش بنقول على ان هو فيروس، عاده حالات الشفاء اللي بيتم منه حول العالم او حتى ما تم تسجيله في حالات المتابعه المستمره من قبل منظمه الصحه العالميه، قالت ان احنا 95-98% من الحالات اللي بيتصابوا بيبقوا باعراض طيبه جدا ظاهريا، وبيتمثل على الاقل 90-92% منهم للشفاء. فان كانت الاحصائيات العامه هي احصائيات لغايه اللحظه احنا بنتكلم فيها دي كلها مطمئنه، خلينا نحط برضو الحاجة هو مطمئن، اطمن، هو ما بيموتش، لكن احترمه، لازم نحترمه. طب قول لي يا دكتور محمود، هنا بعد يعني ان شاء الله لو حد اصيب وربنا اكرمه كده وتمثل الشفاء، هل ممكن ينتكس مرة اخرى؟ وبعدين قيل ان في بعض الاثار السلبية بتكون مصاحبة للشخص حتى بعد عملية الشفاء، لو حضرتك تحطنا في الصورة فيها يعني. طيب ناخد الجزئية الأولانية، لو حد اتصاب بالفيروس وارد ان هو يرجع يتصاب تاني، ده شيء وارد، يعني ده مش حصبة أو جديري أو حصبة ألماني لما هتجيلك مرة مش ترجع تتصاب بيها تاني، لا، الفيروس ده وعائلته تامة بيعادل الإصابة بها من أول فيروس أو عائلة الفيروسات التاجية. احنا عندنا منها أربعة معلومين رئيسيين أساسيين في حياتنا، عارفين تفاصيلهم، اتصابنا بيهم في حياتنا كلنا، وكان بيجي لك الدور على شكل دور برد عادي خالص، دور إسهال، دور مغص، أي حاجة من الحاجات دي كلها، والأمر كان بينتهي تمام، مبقاش معاك فيهم أي مشكلة. يعني الرجوع وارد مرة تانية. وارد، يعني احنا عندنا اربع انواع اوريدي يا فندم معلومين لينا كلنا ان احنا بنتصاب بيهم، اللي هو الاو سي 43 229 اي، الان ال 63، الاتش كي اتش كي 1، دي اربع انواع من عائله الفيروسات التاجيه احنا اوريدي بنتصاب بيهم في حياتنا فيما كان من قبل، لكن اللي موجود ده دلوقتي ده سريع الانتشار، طبيعته دي ما كانتش موجوده في اي من ابائه السلفه خالص. عشان كده احنا بنعيد دايما انتشاره وانتقاله السريع ده لازم نحطه في مقامه الصحيح. طب قول لي ايه الاثر اللي هو ممكن يتركه كورونا على الشخص المريض يا دكتور محمود؟ بص يا فندم، احنا في العالم مش بس عندنا في البلاد بيتصدر بعض الاشاعات، وبيبقى بعضها له الهدف الرئيسي او الاساسي خافوا اقعدوا في بيوتكم. اوكي؟ يعني ما قيل عن الروايات ان هو بيؤدي الى العمى لم تثبت، ما فيش اي حاجه تقول الكلام ده، ما قيل ان هو بيؤدي الى تدمير الخصيتين عند الرجال لم يثبت، هو كله كل ده كلام حضرتك بيتقال، سواء هو منشأه من فين، انا مش ده اللي انا بدور عليه، لكن اللي يخصنا سعادتك ان هو ما فيش يا جماعه دراسات تم اثباتها، احنا ما فيش علم في الدنيا كلها بياخد العلم ده تفصيله 3-4 شهور، ما فيش حاجه اسمها كده.